هذا فيروس موجود في تونس كما موجود في بلدان العالم الكل، وماهوش موجود، يبدو انه مش موجود في تونس بشكل لافت للنظر. فالمعدل الوطني يظهر انه ما يفوتش 0.2%، هذا على الاقل حسب ما هو متوفر من دراسات. منظمه الصحه العالميه تقول انه ثم حوالي بين 3 و4 ملايين نتاع مصابين كل عام يصابوا بالفيروس هذا. ونسبه المصابين في العالم الكل تقدرها منظمه الصحه في حوالي 150 مليون مصاب، منهم حوالي 300 ألف يموتوا كل عام جراء الفيروس هذا. والانتشار بتاعه بالعدوى خاصة من خلال الدم. الأهالي في تالا يقول لك احنا عندنا نسبة كبيرة من الإصابة بالفيروس نتاع الهباتيت سي، لكن ما ثماش معطيات علمية لا عند وزارة الصحة لا فما دراسات صارت أكاديمية ولا علمية على الموضوع. فاحنا جينا حوالي شهر سبتمبر، قبل اكتوبر، قبل الانتخابات نتاع المجلس الوطني التأسيسي في 2011، وعملنا محاولة استقصاء مدى تفشي الفيروس هذا في متساكني تالا، وخذينا عدد من الناس اللي جاتنا وعملنا تحليل. فإذا بي اكتشفنا انه العدد كبير ياسر مهول بالنسبة للمعادلات الوطنية، بل حتى على المستوى العالمي أكبر عدد مؤشر موجود في العالم يقولوا في مصر 15% من الناس مصابين، في باكستان 4.8، في الصين 3.2. فأنك تجي تلقى 8.23% مصابين في تالا، رقم مهول جدا. اليوم عاش نجم نستناو أكثر من اللي استنينا، لأن ثم حياة نتاع ناس مهددة، ثم ناس اللي يلزمهم علاج، ثم ناس اللي يحتمل يعديوا ناس أخرين، ثم الناس لبس عليهم يوليو في خطر. فمهم انه اليوم تصير اهتمام بالمنطقه هذيك. نهار 7 جانفي توجهنا بفاكس للسيد الوزير نتاع الصحه، نطلبوا منه مقابله اكيده وعاجله. الامور فحوى الموضوع، اتينا المؤشرات عموما. ما صار لا حياه لمن تنادي. الا بعد تدخلات وما تدخلات، نهار 21 جانفي يكلمنا اخ ملحق بديوان السيد الوزير على اساس انه هو باش يتعهد الموضوع. اعطيته المعطيات اللي بيدينا حوزتنا، ثم الاوان انه نعلموا الراي العام، وعلمنا الراي العام. ما رعنا الا وزاره الصحه خرجت بتكذيب للمعطيات اللي احنا تقدمنا بها، وهذا ماهوش لايق، لانه كان من لانه التكذيب ماهوش علمي. وحاجه من الاثنين، ياما هو عن قصد في مغالطه للراي العام، وهذا تولي جريمه نكراه، لانه الانسان يعرف انه الناس متهدى بوضعها الصحي وهو يحب ينكر الموضوع، وهذا في خطر. والا الحاله الثانيه عن جهل، وهنا اذا كان في ديوان الوزير مستوى هذا من قله المعرفه بالابجديات العلميه والطبيه، الله غالب هذاك اللي موجود على مراد الله. ما تحملش وزره الوزاره هذه، ماهوش ذنبها، وانما الوزاره هذه منتظر منها انها تكون وزاره الثوره، وانها تتفاعل مع الوضع، وانها تحيط به وتقول ايش به. ثم مؤشرات تدل، هات يا سيدي نشوفوا على الميدان، ترى بالحق المؤشرات هذه موجوده ولا لا، هات ناخذوا عينات ما اكبر وندرسوا الموضوع، واذا كان فما عينات ما اكبر هات ناخذوا الاجراءات الوقائيه اللازمه، والاجراءات تاع العلاج اللازمه، والاحاطه اللي لازمه. هذا ما اللي تستنى فيه الناس من وزارة الصحة قبل كل شيء. إن شاء الله نلقاو ردة الفعل، حتى كان نجي متأخرة ما يسالش مرحبا بها. إذا كان ما صارتش ردة الفعل، بطبيعة الحال احنا عندنا خطوات أخرى